زي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه البرنامج النهارده، الامه الاسلاميه كلها الحقيقه بتحتفل بليله نصف من شعبان، واللي هتبدا من مغرب اليوم الاثنين حتى فجر غدا الثلاثاء. بكده يبقى فاضل رسميا 15 يوم على شهر رمضان المعظم. كل سنه وحضراتكم بخير. كل سنه طيبه يا جمانه. انت طيب يا مصطفى. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. ايام فضل وايام خير، ربنا يديم علينا يا رب نعمه الايام المباركه ويجعل كل هذه الايام ايام جميله. النهارده احنا بنحتفل مع حضراتكم بهذه المناسبه العظيمه. خلينا نقول ان الانشاد الديني من اهم الحاجات اللي تميزت بها مصر على مدار عصور مختلفه، وليها اصوات وليها رصيد في الامه العربيه كبير جدا، وبتعتبر من اجمل الالوان الدينيه اللي بنسمعها واللي بتطرب كده المسامع قبل الفجر وبنسمعها في كل الاذاعات. فخلينا نقول هنعمل ايه في شهر رمضان؟ بتدينا قيم، بتدينا عدد كبير من الرسائل. المنشد محمد جمال ضيفنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، اهلا بيك محمد. اهلا بحضرتك. هنتعرف من خلاله على ابرز الحاجات اللي ممكن يديها لنا الانشاد الديني، ونسمع برضه صوته الجميل في الاستوديو. صباح الخير عليكم، منورنا. صباح الخير عليكم واهلا بكم، اتشرفت جدا بوجودي معكم النهارده في صباح الخير يا مصر، وكسام حضرتكم ضيفين. اهلا وسهلا. نورنا يا محمد. طب يعني في البدايه كده خليني اعرف منك، يعني شكلك صغير ما شاء الله، حابه اعرف منك ونعرف الساده المشاهدين، امتى اتعلمت الانشاد الديني؟ وبعد كده امتى احترفت الانشاد الديني؟ كلمنا كده عن قصتك. والله اولا انا بدات بحفظ القران الكريم، يعني طبعا من صغري يعني. ثانيا انا كنت بسمع الانشاد ده يعني من راديو اذاعه القران الكريم. فبدات بقى ان انا اقلد وكده، الحمد لله يعني ظهرت الموهبه عندي بتاعه الانشاد، فبدات ادرس بقى الانشاد الديني. بيدي رسائل الانشاد الديني في بعض الاحيان بيبقى يعني اقرب كده للقلب من حاجات. اكيد طبعا. ازاي مثلا يعني؟ ده يعني بالشخص اللي بينشد، يعني هو اللي في القلب يوصل للقلب. صح. فطبعا يعني لو انت حاسس اللي بتقوله هتوصل للمستمع. عظيم. بصوره جيده جدا. ايوه. طب يعني زي ما كان مصطفى بيتكلم في البدايه، مصر الحقيقه من اقدم واكبر واعرق واهم مدارس الانشاد الديني في العالم الاسلامي كله، عندنا يعني قامات الحقيقه في الانشاد الديني وامثله كتير جدا. انت مين مثلك الاعلى او مين اكتر حد بتحبه؟ والله طبعا في كتير، يعني شيخنا السيد عمران والشيخ يوسف البهتامي والشيخ نصر الدين طور، طبعا حبيبي طبعا ده من اقرب يعني الحقيقه اللي هي بحب اسمعها يعني. طيب تحب تسمعنا ايه؟ ان شاء الله نقول سبحت لله في العش الطيور. اتفضل. سبحت لله في العش الطيور، ترسل الأنغام عطرا في الزهور، سبحت لله في العش الطيور، ترسل الأنغام عطرا في الزهور، الندى من فيض من وهو أيضا صنع من، الندى من فيض من وهو أيضا صنع من، الرازق الله والخافض الله، الله 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 هو الله. ما شاء الله، صوتك جميل. وعايزين يعني نقول انت ليه اخترت دي بالذات عشان تبتدي بيها؟ والله يعني فيها احساس، يعني بحسها اكتر وانا بقولها.
عشان صباح الخير يا مصر وطيور وزهور بداية مبهجة يعني وكده؟ أكيد طبعا. طيب عايزة برضو أعرف منك، يمكن البعض معتقد أنه الإنشاد الديني ما بيكونش فيه آلات موسيقية كتير، إيه الآلات الموسيقية اللي بتستخدم أكتر؟ والله إحنا بنستخدم الآلات الشرقية اللي هي مثلا زي الكوالة، زي العود، زي الكمان، زي الدف طبعا كده، دي يعني الآلات اللي بنستخدمها في الإنشاد الديني، آلات شرقية فقط. طيب احنا لسه طبعا مكملين كلامنا معاك، لكن احنا يعني هنروح لموجز، موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، وهنرجع نكمل كمان كلامنا معاك وهنعرف تفاصيل أكتر عنك وهنسمع حاجات كمان تانية كتير منك. يمكن احنا صوتك ما شاء الله أطربنا ولسه أكيد مستنيين نسمع منك كتير. نروح لموجز التاسعة، نرجع نكمل مع المنشد محمد جمال. تفضلي يا دينا. شكرا لك يا جمان. دينا مشكورك شكرا جزيلا، ومازال لقائنا مستمر مع المنشد محمد جمال، طبعا منورنا مرة تانية. الله ينور حضرتك. وقبل بقى ما نبدا سؤال تاني، تحب تسمعنا ايه؟ نقول له ان شاء الله المس كفاح لما ذكرنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اتفضل. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وقل لي مين النبي غالي، الله الله. أشكي لي من وجدي وحالي، الله الله، وقل لي مين النبي غالي، الله الله. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله؟ المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفه، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. دبرت نفسي بأحاديثك، وأقول لابد في ليلة أراه. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا رسول الله. قول لي يا محمد، انت قلت لي عندك زي فرقه بتستخدم فيها آلات موسيقيه وبتحاول تتطور يعني شكل الانشاد الديني، حتى يعني مظهر المنشد اللي احنا عارفينه انت جاي بلوك مختلف، عايز توصل رساله ايه؟ عايز تقول ان احنا ممكن نطور الانشاد الديني ازاي؟ والله طبعا احنا الفتره دي طبعا الانشاد الديني بدا يظهر طبعا للعالم كله، لان طبعا في اصوات ما شاء الله جميله بدات تظهر كتير، لان يعني قديما مشيخنا ما كانش يعني زي ما كانش حد بيسمع كتير، فطبعا الوقت بقى الانشاد مستمر جدا وكل مدى بيتطور اكتر عن الاول، بقى شغال زي الاول الحمد لله. يعني بنحضر في بند ان شاء الله الفتره دي باذن الله ربنا يكون جاهز يعني باذن الله. وده ليه جمهور وليه مريدين؟ اكيد طبعا. لا اكيد طبعا، احنا لان بنعمل حفلات كتير في ساقية الصاوي وفي شارع المعز وفي كذا مكان يعني، فطبعا الناس مستمره طبعا على الاستماع للانشاد الديني. طيب قولي برضو يا محمد، تدربوا على الانشاد فين؟ مين اشهر حتى كتاب للانشاد؟ هل هو فقط اعاده احياء لتراث الانشاد الديني القامات اللي موجوده عندنا، ولا في كتاب دلوقتي كمان جداد؟ هو احنا اولا عندنا مدرسه الانشاد الديني تحت رعايه نجيب المرشدين الشيخ محمود التهامي، بندرس فيها الانشاد والمقامات كلها طبعا، لكن بالنسبه بقى لاشهر كتاب هو اكيد الامام البصري، يعني هو ده اشهر حاجه يعني، عامل برضو مولاي صلي وسلم، هو ده اشهر حاجه، والامام علي بن ابي طالب برضو. اكتر الحاجات اللي الناس بتطلبها ايه وبتسمعها ايه وليها زي ما تقول كده جمهور؟
والله يعني مش حاجه معينه، بس الاكتر يعني ليها نشيد القمر سيدنا النبي، هي ودي النشيد الوطني بتاع الانشاد قمر سيدنا النبي، يعني هو ده النشيد اللي الناس بتحب تسمعه كتير جدا يعني. صحيح. بتحب تسمعه ولا؟ عفوا يا مصطفى لو لا 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 خالص اتفضل عندك عايز تقولها ولا مش مجهزه شوف حاجه تانية. لا احنا نقولها بس طبعا هنلبس حاجه طبعا عشان لسه باقي ايام قليله عن شهر رمضان، فنقول حاجه لشهر رمضان بقى نختم ان شاء الله نسيبها لها. طيب اتفضل. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. ياللي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. تعال توسل بالمنان، تعال توسل بالمنان، تعال توسل بالمنان. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعباد تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر، تعال نصلي ونستغفر، تعال نهلل ونكبر. يا رب اغفر لنا الذنوب. رمضان كريم كريم كريم، رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. شكرا لك يا محمد. المنشد ديني محمد جمال بيحاول يعني يلاقي لون جديد من الوان الانشاد الديني، بيقول ان احنا ممكن نجدد في هذا الفن الاصيل، بيعمل حفلات في شارع المعز وفي ساقية الصاوي، وبيقول ان ليه جمهور كبير من الشباب. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لك، نورتنا. صباح الخير. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا جزيلا.